أهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون، وهذه الحلقة من برنامجكم سبحان الله الذي تقدمه لكم بوابة أخبار اليوم. سبحان الله سبحان الله. بنواصل حديثنا حول تسبيح العنكبوت لله سبحانه وتعالى. النهاردة بقول لكم مقولة عظيمة جدا لسيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه عن العنكبوت، بيقول لنا: طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت، فإن تركه في البيت يورث الفقر والعياذ بالله. مع إن ربنا نجى محمدا صلى الله عليه وسلم بخيط العنكبوت، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى والسلف الصالح رضوان الله عليهم علمونا حاجة مهمة جدا، إن إحنا لا نترك نسج العنكبوت في البيت. ليه؟ لأن تركه يورث الفقر في داخل البيت. وده بيؤكد على حاجة مهمة جدا، أن وجود العنكبوت الكثير في داخل البيت ده بيدي طاقة سلبية في داخل البيت، وبيخلي الناس اللي عايشة في البيت مش مبسوطين ومش سعداء. عشان كده في حاجات بتضيع الهالة الإيمانية في بيوتنا. أول هذه الأشياء المناقرة أو العناد أو الزوج والزوجة لما يعاندوا بعض، ده بيؤدي إلى مشاكل ومتاعب في البيت، ويخلي البيت في طاقة سلبية صعبة جدا. كذلك أيضا من الحاجات اللي بتدي طاقة سلبية في داخل البيت ترك العنكبوت في داخل البيت. ولذلك أمرنا السلف الصالح رضوان الله عليهم نحن نطهر بيوتنا من نسج العنكبوت. كذلك أيضا من الحاجات اللي بتعمل هالة سلبية في البيت وجود الكراكيب الكثيرة جدا. كذلك أيضا من الحاجات اللي بتعمل هالة سلبية في جوه البيت لما حد يجي يزورك ويشكيلك، يقول لك الشكوى بألف رقوة، يعني يجي يشكيلك هموم كتير قوي فنقل همه إلى داخل بيتك. فعشان كده إحنا لازم نحصن بيوتنا بذكر الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بحاجتين، هما رسول الله عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قد قال: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله. فلنهلك هذا العدو المضل المبين بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإلى اللقاء مع بوابة أخبار اليوم. كل سنة وانتم طيبين.